واحد بيقول انا في ضيقه شديده في بيتي بسبب دروس الثانويه العامه، ومش قادر اقول لاولادي ما فيش دروس على اخر شهرين، لدرجه اني اخدت من فلوس تحصيل معي مبلغ 450 جنيه علشان اسدد الدروس، وانا مش عارف دلوقتي اتصرف ازاي ومش بنام الليل. ارجوك شوف لي حل في هذا المبلغ لانه واخده، وفي نفس الوقت مش قادر اقول ما فيش دروس. فوت علينا ونديك 450 وفيهم 50 فرق. لكن ما تاخدش ابدا من عقد عنك، دي عملية غلط. كنت تيجي تطلب الفلوس الاول ونديها لك بدل ما تاخد من العقد. لو عودت نفسك على الحكاية دي جايز توصل بيك الى ان واحد تضرك.